هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع فريق نادي الزمالك اللي قرر جهازه الفني بقيادة البرتغالي فريرا السفر لبرج العرب النهاردة علشان ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا. مارسيل كولر المدير الفني الأهلي قرر يمنح فرصة المشاركة للبرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق خلال المباراة اللي هتتلعب قدام المقاولين العرب، وده علشان يجهز يتم الاستعانة بيه في المباريات اللي جاية قدام سان داونز والقطن الكاميروني. الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن مشاركة الزمالك وطلائع الجيش كممثلي الكرة المصرية في البطولة العربية نسخة عام 2023. مشاركة طلائع الجيش جاءت بعد اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة، ومن المنتظر أن يتم إجراء قرعة البطولة النهاردة. فاز فريق شباب كرة اليد في النادي الأهلي على الزمالك بالنتيجة 28-24 في الجولة قبل الأخيرة من نهائي دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2002. وفي الدوري الإسباني حقق فريق برشلونة الفوز على فالنسيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح في الجولة 24 من الدوري الإسباني، وبالنتيجة دي تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني ب 62 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، وفالنسيا في المركز 19 برصيد 23 نقطة. التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة ريال مدريد وريال بيتيز ضمن منافسات الجولة 24 بالدوري الإسباني، وبالنتيجة دي رفع ريال مدريد رصيده ل 53 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة اللي بيبتعد بالصدارة برصيد 62 نقطة وبيوسع الفارق بينهم للتسع نقاط، وريال بيتيس وصل للنقطة 41 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني. بالنسبة للدوري الإيطالي حقق فريق إنتر ميلان فوز مستحق على فريق ليتشي بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سان سيرو في الجولة 25 من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وبيحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، وليتشي في المركز 14 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة. فريق روما فاز على يوفنتوس بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في كلاسيكو الدوري الإيطالي، وده ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي. بالنتيجة دي روما بقى في المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، ويوفنتوس في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة. في الدوري الألماني اتعادل الفريق فولفسبورغ اللي بيلعب في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش بنتيجة 2-2 قدام فريق أينتراخت فرانكفورت في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن مواجهات الجولة 23 من منافسات الدوري الألماني. شارك عمر مرموش في التشكيل الأساسي للمباراة وقدم مستويات متميزة منحته ثقة أكبر للمباريات القادمة. ونروح معاكم للدوري الإنجليزي، وفريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح اللي حقق انتصار تاريخي على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0 في المواجهة القوية اللي اتلعبت امبارح على ملعب أنفيلد، وده كان ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وبيحتل فريق ليفربول صاحب الأرض المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة. النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربولي انجليزي حصل على جائزة افضل لاعب في مباراة الليفر والمان يونايتد، وده بعد ما قدم اداء مميز جدا وساهم في المباراة اللي انتهت بنتيجة 7-0، وتصدر صلاح قائمة افضل اللعيبة في مباراة ليفربول قدام مان يونايتد بحسب موقع هو سكورد العالمي، واللي منح النجم المصري افضل تقييم في كلاسيكو انجلترا بعد ما سجل هدفين وصنع هدفين زيهم.